يعني في الحقيقة كان هناك حصار هذا اليوم الثامن على التوالي على مدينة أريحة، وذلك على خلفية ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه قد قام عدد من الشبان بإطلاق النار على أحد المطاعم الإسرائيلية القريبة من مدينة أريحة، ويدعي الاحتلال بأن من قام بهذا العمل هم توجهوا إلى مدينة أريحة وتحديدا مخيم عقب الجبر. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة اقتحام مخيم عقب الجبر، ولكن صباح هذا اليوم في تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم كانت هناك قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقب الجبر وحاصرت العديد من المنازل وقامت حتى بإطلاق صواريخ باتجاه المنازل ومنها المنزل الذي هو خلفنا، وقد تم اعتقال عدد من الشبان وكان هناك عدد من الإصابات. أحد هذه الإصابات تم تحويلها إلى المستشفيات القريبة من مدينة أريحة وذلك لخطورة وصعوبة هذا الإصابة. كان هناك أيضا قد قام الشبان هنا كان في عملية اشتباك مسلح تم بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت هناك أيضا مواجهات من الشبان حيث قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه جنود الاحتلال الذين قاموا بالرد بإطلاق العيرة النارية. عادل، كان الجيش يطالب من داخل هذا المنزل بتسليم أنفسهم؟ ليس هذا المنزل، العديد من المنازل في مخيم عقب الجبر كان هناك جنود الاحتلال يطالبون العديد من المواطنين بمغادرة منازلهم، ومن ضمنهم هذا المنزل الذي نشاهده الآن. جزيل الشكر لك عادل أبو نعمة الزميل الصحفي وأحد سكان مخيم عقب الجبر.